إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. فيلم النجدة من الأفلام العربية اللبنانية الممنوعة من العرض اللي كسرت المشاهد الخارجة والغير أخلاقية فيه، وتدور الأحداث على شاب مراهق بيعيش داخل العربيات القديمة الخردة وبيسرق عشان يقدر على المعيشة، ويلتقي المراهق ده بفتاة ليل وبيقع معاه في علاقة حب. بيحصل لهم بعض المفارقات والمشاكل وبتتولى الأحداث في إطار رومانسي درامي. ما تتأخر كتير. أوكي. أوكي. يلا. باي. يلا ناطر. أوكي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.